اهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان وحلقه جديده من برنامجكم حصاد 24 ساعه الاخبار النادي الاهلي. النهارده معانا اخبار مهمه جدا، اخدكم بسرعه للعناوين. مهندس محمود طاهر يزور قناه النادي الاهلي. وريال مدريد يتخطى فالنسيا بصعوده، وبرشلونه يحسم ديربي كاتالونيا بثلاثيه. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، وابدا اول اخبارنا. المهندس محمود طاهر واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي عقدوا مع مجلس امناء قياده طبعا قناه النادي الاهلي اجتماعا طبعا برئاسه المهندس محمود طاهر وحضور الاستاذ كامل زاهر امين صندوق النادي الاهلي، وايضا الاستاذ عماد وحيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا الاستاذ محمود عطله والاستاذ محمد كامل رئيس شركه بريزنتيشن لمتابعه الخطط الخاصه بتطوير قناه النادي الاهلي لتحقيق اهدافها والتعبير عن اراء الجماهير الاهلاويه العريضه. وايضا الصدفه كانت جامعه الباشمهندس محمود طاهر واعضاء مجلس الاداره مع فريق سيدات السله بالاهلي اللي كانوا توجنا بكاس مصر اثناء تكريمهم في القناه مع المهندس محمود طاهر، وطبعا حرصوا ان هم يجتمعوا بيه وياخدوا معاه الصور التذكاريه. خلينا نقول ان ده اهتمام كبير جدا من المهندس محمود طاهر ومجلس اداره النادي الاهلي بكل الشان الاهلاوي. دعم ما شاء الله لكل الالعاب الرياضيه سواء كره القدم، النادي الاهلي ما شاء الله متصدر الجدول بفارق مريح، ايضا بقيه الالعاب ملوك الصالات في كل الالعاب داخل الصالات سواء طايره سواء سله سواء ايضا هاند بول في كره اليد ما شاء الله، حتى في كره المضرب في تنس الطاوله النادي الاهلي مسيطر. فما شاء الله في دعم كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي لكل الشان الاهلاوي، وخاصه ايضا قناه النادي الاهلي اللي هي صوت النادي الاهلي لجماهيره واللي بتعبر عن كل اراء وكل ما يحدث داخل القرعه الحمراء ونادي القرن عشان يوصل للملايين والملايين من جماهير النادي الاهلي في كل انحاء العالم مش مصر بس. ما شاء الله النادي الاهلي من الاكبر شعبيه من الانديه الاكبر شعبيه على مستوى العالم كله. ف حرص المهندس محمود طاهر انه يتابع النادي الاهلي ويتابع اخبار قناه النادي الاهلي عشان الدعم المستمر والتطوير داخل القناه. ونروح لاخبار الكوره. واحد قبل مواجهه الانتاج الحربي. كابتن حسام البدري مدير فن النادي الاهلي اعلن قائمه فريق النادي الاهلي لمواجهه الانتاج الحربي اللي بكره ان شاء الله هتقام على استاد السلام في ضمن مباريات الجوله 26 من الدوري العام. والقائمه جت كالتالي: في حراسه المرمى شريف اكرامي، احمد عادل، عبد المنعم ومحمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول وحسين السيد وسعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيع واحمد فتحي ومحمد هاني، وخط الوسط حسام عاشور وعمرو السوليه وحسام غالي وعبد الله السعيد، وخط الهجوم وليد سليمان، احمد حمودي، ميدو جابر وجونيور اجايه وكريم ندفت وكوليبالي وعمر جمال. خلينا نقول ان دي هتبقى خامس مواجهه قدام الانتاج الحربي من النادي الاهلي منذ صعود الانتاج الحربي للدوري الممتاز، 3 فوز للنادي الاهلي وتعادل واحد فقط. النادي الاهلي 67 نقطة وقبل ما يقابل الانتاج اللي في المركز ال 14 برصيد 24 نقطة، موقف صعب بالنسبة للانتاج الحربي والكابتن مختار مختار، ولكن الكابتن حسام البدري مركز كويس قوي ومذاكر فرقة الانتاج الحربي وعارف ان الكابتن مختار مختار هيبقى مركز على طبعا المرتد السريع، وعنده سرعات، عنده سرعات صلاح امين وايضا حميد اوكري وبالتاكيد شهاب الدين احمد اللاعب النادي الاهلي السابق هو اللي هيبقى ممول ليهم في عشان سرعتهم في المساحات، ولكن النادي الاهلي بيلعب اتراكتيف فوتبول. اتراكتيف فوتبول يعني كوره بتجذب الانتباه، يعني تبقى خليك حابب انك تتفرج عليها، فيها باص كتير من الخلف للامام، دايما بيضرب الديفنس بالباكات اللي موجوده على النادي الاهلي سواء هيكون احمد فتحي او سواء هيكون علي معلول من الجبهه اليمنى ومن الجبهه اليسرى، وده اللي بيضرب الديفنس للنادي الاهلي مع طبعا وجود عناصر الخبره اللي جوه النادي الاهلي زي اللاعب عبد الله السعيد، ممكن نشوف برضو حسام غالي، ممكن نشوف عوده السوليه في خط الوسط، بالتاكيد هيكون في الامام كوليبالي، ومعاه ممكن يكون حمودي احمد حمودي ليه دور بكره في المباراه مع وجود
اكيد لوليد سليمان اللي لا بيبقى له دور في المباريات، وعبد الله السعيد الممور الرئيسي والباسير وبلاي ميكر النادي الاهلي في هذا الموسم. ده اللي هيبقى سيناريو لقاء الانتاج الحربي اللي ان شاء الله النادي الاهلي يخش عشان يلعب على الفوز. برضه مكملين مع اخر استعدادات النادي الاهلي للقاء الانتاج الحربي بكره، وكان الكابتن حسام البدري ركز على ضربات الجزاء في اطار تجهيزه لمباراه الغد. الكابتن حسام البدري عنده دايما بيفكر في كذا حاجه، في كل السيناريوهات اللي ممكن تحدث في المباراه، وهو ده المدير الفني الكفء، المدير الفني اللي التوب اللي بيمسك فرقه عايزه تلعب على البطوله او دايما بتلعب على البطوله، ما بيسيبش تفصيله، فالتفصيله ديت ممكن يبقى فيها بينالتي. النادي الاهلي بيلعب فرقه بتلعب دفاع على طول في اغلب فترات المباراه، هتبقى متكتله دفاعيا، فهيعتمد على المهاره، والمهاره ديت هتجيب ركلات جزاء، فبيحاول يدي لعيبته كل سيناريوهات الماتش عشان لما يخش اللاعب في المباراه ما بيبقاش في حاجه جديده عليه، وممكن في بعض الاوقات عدم التركيز بيضيع ضربات جزاء. والنهارده شفنا حتى في يعني في اوروبا في الدوري الاسباني كريستيانو رونالدو بيضيع بينالتي، فلما يكون اللاعب في النادي الاهلي بيخش جاهز وحافظ هو هيعمل ايه. طبعا البينالتيز محتاجه او ضربات الجزاء محتاجه هدوء اعصاب ومحتاجه تركيز، فالكابتن حسام البدري ركز على هذا المنوال داخل التمرين. التمرين النهارده كان 50 دقيقه بس، كان في برضو شويه التدريبات البدنيه او الورم اب، انرجيتك ورم اب او تسخين بدني عشان يفوق اللعيبه في التمرين، وكان في برضو مران ترفيهي. مران الترفيهي ده عشان يفك حاله طبعا التركيز الزياده، لان كل حاجه لما بتزيد عن حدها بتبقى في الضد، فالكابتن حسام البدري كان حريص ان اللعيبه تفك التنشنه الزياده، وان المران يبقى فيه بعض الحاجات الترفيهيه عشان يبتدوا يخشوا فريش للقاء. وكان في خلينا نقول ان اغلب لعيبه النادي الاهلي النهارده سجلوا البنالتيات او ضربات الجزاء اللي في التمرين، وان شاء الله نشوف بكره النادي الاهلي بيسجل، ولكن مش بس من ضربات جزاء، من كل الفرص الممكنه اللي هتتاح. النادي الاهلي عنده يعني كتيبه هجوميه وما شاء الله بيجيد النادي الاهلي انه بيحرز من كل النواحي، يعني عندك الفراده بتجيب اجوان، عندك خط الوسط بيجيب اجوان، ايضا عندك خط الدفاع بيجيب اجوان، وده من اهم مميزات النادي الاهلي هذا الموسم ومن اهم مميزات البطل. نروح لكابتن مختار مختار اللي طلع وصرح قال ان لعيبه الانتاج الحربي ماتش مواجهه الاهلي ماتش زي اي ماتش، وطلبهم ان هم يستمتعوا بالمباراه. كابتن مختار مختار مدير فني محنك، مدير فني عنده خبرات كبيره جدا، ولما بيكون فرقته في مركز صعب، مركز ال 14 بتنافس على التواجد في الدوري العام واقتربت من منطقه الهبوط، عنده 24 نقطه فقط، واللي تحتيه ابتدوا يقربوا معاه، فبيحاول يشيل الضغوط لانه بيلعب فرقه كبيره جدا، اكبر فرقه في الدوري المصري، الفرقه اللي متصدره، فعشان كده حاول يشيل الضغوط بهذا التصريح، بيحاول يشيل الضغط عن لعيبته، بيحاول يخليهم يخشوا وهم فاكين شويه قدام فرقه زي النادي الاهلي، فصرح وقال لعيبته ان مباراه النادي الاهلي او ماتش النادي الاهلي زيه زي اي لقاء بيلعبوا في الدوري الممتاز، هو الثلاث نقاط هي اللي هتبقى حصيله المباراه، فعشان كده حرص ان هو يشيل من عنده الضغط النفسي على اللعيبه بتاعته. والكابتن مختار مختار من المدربين اللي بتعرف تتعامل كويس جدا في هذا الشأن النفسي عشان لعيبته تنزل تكون فكه في الماتشات. الخبر الاخر اللي معانا، ولجنه الحكام بتختار الحكم محمود عاشور حكما لمواجهه الاهلي والانتاج الحربي. لجنه الحكام طبعا بقياده الكابتن عصام عبد الفتاح اسندت اداره لقاء مباراه الاهلي والانتاج الحربي للحكم الدولي محمود عاشور. الماتش هيبقى طبعا بكره ان شاء الله على ملعب السلام في تمام الساعه 7 مساء، وكنا قلنا ان النادي الاهلي بيتصدر ترتيب البطوله ب 67 نقطه ولسه عنده لقاء الغد، ولم يخسر حتى الان في اطار المواجهات، وان شاء الله لو كسب النادي الاهلي غدا هيكون الفارق ما بينه وما بين اقرب منافسيه 10 نقاط.
ونروح لأخبار كرة اليد، والنادي الأهلي بيهزم الأولمبي في دوري محترفي كرة اليد. فريق كرة اليد في النادي الأهلي بقيادة المدير الفني الكفء عاصم حمادة بيفوز على نظيره الأولمبي بنتيجة 29-27 في إطار مباريات الجولة الثانية عشر في الدور الثاني من دوري المحترفين لكرة اليد. وبيلتقي الفريق الأحمر مع نادي سبورتينج بكرة يوم الأحد في اللقاء المؤجل بينهم في جولة ال 11 واللي اقيمت امس تفاديا لارهاق اللاعبين طبعا النادي الاهلي اللي لسه راجعين من المغرب متواجدين بلقبي السوبر الافريقي وكاس الكؤوس الافريقيه. ومن المقرر ان الجوله ال 13 هتكون يوم الجمعه المقبل بمواجهات بين كل من فريق 6 اكتوبر مع هليوبلس والاهلي والزمالك في ديربي كبير، و الحوار مع الزهور والجزيرة مع سبورتينج، والطيران مع الأولمبي، وسموحة مع طلاب الجيش، وأصحاب الجياد مع نادي الشمس. ونرجع لأخبار الدوري المصري الممتاز، والكابتن عماد النحاس بيطلع ويصرح بيقول لن أترك الشرقية في اللحظات الصعبة. كان في كلام كبير قوي طلع إن كابتن عماد النحاس هيترك فريق الشرقية وهيروح لتدريب فرقة بتروجيت، ودايما الكلام بيكتر لما في مدير فني بيسيب مكان في الدوري الممتاز بتبتدي أقاويل كتير بتطلع، وكل الكلام ده في بعض الأوقات بيبقى صح وفي بعض الأوقات بيبقى اجتهادات من الصحفيين. المهم إن هو طلع كابتن عماد النحاس وصرح وقال ان بعد استقالة الكابتن حسن شحاتة من تدريب فريق بتروجيت انه هيفضل مكمل في فريق الشرقية، وفريق الشرقية في موقف صعب جدا بينافس من اجل البقاء. ابتدى يتحسن العروض واحدة واحدة مع كابتن عماد النحاس، كسب نادي الزمالك، ولكن هو طلع وقال انا لسه مكمل مع فرقتي وانه هو عنده تحدي صعب وبيتمنى ان ربنا يوفقه في منصبه. ومكملين مع أخبار كرة القدم، والجبلية بتخطر نادي الزمالك بغرامة 200,000 جنيه وخصم 3 نقاط. اتحاد الكرة أرسل خطاب رسمي لنادي الزمالك أول أمس الخميس بيتضمن عقوبات الفريق الأبيض النهائية بعد انسحابه قدام مصر المقاصة في الدوري الممتاز. والخطاب تضمن أنه بعد مشاركة الزمالك في الدوري أمام طلائع الجيش وطنطا فإنه تم تطبيق المادة 46 من اللائحة والخاصة بانسحاب من مباراة واحدة بالدوري، واعتبره مهزوم قدام المقاصة بهدفين مقابل لا شيء، بجانب خصم 3 نقاط منه آخر الموسم وتغريبه 200,000 جنيه. اتحاد الكرة كان أرسل خطاب لنادي الزمالك بيفيده اعتباره مهزوما قبل كده انتظار لموقفه من باقي مباريات الدوري بعد الانسحاب من أمام المقاصة. ونروح للدوري الاسباني المشتعل بشده، وريال مدريد بيتخطى عقبه فالنسيا بصعوبه في الدوري الاسباني. فريق ريال مدريد الجريح اللي جاي من لقاء وهزيمه الكلاسيكو النهارده فاز فوز صعب جدا في على ملعبه سانتياغو برنابيو على فالنسيا في اللقاء اللي اقيم عصر اليوم عصر السبت في اطار الجوله 35 من الدوري الاسباني، وكان كسب فيه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف. رصيد ريال مدريد ارتفع ل 81 نقطه، اما فالنسيا نادي فالنسيا فتجمد في رصيده عند 40 نقطه في المركز الثاني عشر. طبعا ريال مدريد في المركز الاول، كريستيانو رونالدو كان احرز هدف ريال مدريد الاول في دقيقه 27 من راسيه جميله جدا، وبعد كده حقق كريستيانو رونالدو رقم جديد بعد ما اصبح افضل هداف في تاريخ البطولات الاوروبيه الكبرى، ورفع رصيده ل 367 هدف، محطم كده رقم الانجليزي جيمي جريفز اللي كان احرز 366 هدف بس. وكريستيانو رونالدو دلوقتي بقى 4 اهداف بس على
ان هو يوصل ل 400 جول مع ريال مدريد في كل المسابقات. الدون كريستيانو رونالدو ماكينه اهداف لا تتوقف، ولعيب من اللعيبه اللي عندهم شخصيه قويه جدا، من اللعيبه اللي عندهم كاريزما، من اللعيبه اللي بيطور نفسه جدا ونموذج لاي لاعب محترف او اي لاعب ناشئ يشوف كريستيانو رونالدو بيعمل ايه وبيحاول يقلده في كل شيء، لانه كريستيانو رونالدو من اللعيبه التالنتد قوي اللي عنده موهبه كبيره، ولكن بيطور من نفسه وبيجي من نفسه بيجي على نفسه عشان فرقته، ودايما في المواجهات الصعبه بتلاقي كريستيانو رونالدو موجود وبيشيل فرقه كامله، وعشان كده هو الدون. زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بيطلع ويصرح بعد اللقاء وان هو محتاج دعم الجمهور بالاستمرار. طبعا المدير الفني لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان المدرب الفرنسي طلع وقال ان هو بيتوقع ان هيعاني لعيبته قدام فريق فالنسيا في لقاء اليوم، وقال في المؤتمر الصحفي بعد الفوز انه كان بيستحق الثلاث نقاط لانه لعب بشكل احسن من فريق فالنسيا، واللعيبه بتاعته قدمت مجهود كبير جدا، وقال عن الدعم الجماهيري بالتاكيد الجماهير كانت زعلانه جدا بعد الخساره امام الغريم التقليدي برشلونه في الكلاسيكو الماضي، وعلى ملعب سانتياغو برنابيو وملعب الريال مدريد. قال ان احنا دايما انتوا عارفين ان احنا بحاجه لدعم الجماهير باستمرار، والنهارده ابتدينا نرد بعض الشيء من هزيمه برشلونه، واحنا بنحاول لسه ان احنا نحافظ على حظوظنا واملنا في الفوز بالليجا، ودايما احنا بنلعب على الفوز في كل المباريات. وطلع قال في الاخر على مدريد او مدريد الى الامام. لسه مع الدوري الاسباني، ولكن هذه المره مع ديربي كاتالونيا، ديربي برشلونه وفريق اسبانيول، والفرقتين دول من برشلونه، عشان كده هو ديربي ما بين الاثنين ودايما بيبقى صعب. برشلونه كسب بثلاث اهداف مقابل لا شيء، كان احرز الهدف الاول اللاعب لويس سواريز، ثم احرز راكيتيتش الهدف الثاني في اللقاء. طبعا اللقاء ده كان في الجوله 35 من الدوري الاسباني قبل ان يسجل اللاعب لويس سواريز الثلاثيه لبرشلونه. طبعا الشوط الاول كان انتهى 0-0، وابتدت بعض الجمهور من جماهير البرشلونه اللي دايما متابع دلوقتي نتائج ريال مدريد انه يتوتر، ولكن الشوط الثاني حاجه ثانيه، ولما ميسي بيتحرك برشلونه كله بيتحرك. لويس سواريز احرز الهدف الاول، ثم بعديه اللاعب راكيتيتش، وفي الاخير احرز سواريز الهدف والثلاثيه عشان يواصل برشلونه ملاحقته لفريق ريال مدريد على صدارة الدوري. لسه مكملين مع الأخبار العالمية، ولكن هذه المرة للدوري الإنجليزي أو البريميرشيب، وساندرلاند أول الهابطين إلى بطولة الشامبيونشيب. الشامبيونشيب دي هي دوري الدرجة الثانية في إنجلترا، وفريق ساندرلاند اللي بيدربه ديفيد مويس أول فريق بيهبط رسميا إلى الدوري الدرجة الثانية بعد الهزيمة أمام بورنموث بهدف نظيم في الجولة 35 من البريمير ليج. اللاعب جوشوا كينج كان هو تسبب في الهدف في الدقيقة الأخيرة وخطف نقاط المباراة الثلاثة، وبينما تعادل فريق هل سيتي مع ساوثهامبتون. طبعا هل سيتي من الفرق اللي بتهمنا عشان بيلعب فيها نجمنا الكبير احمد المحمدي. خلينا نقول ان بكره في ماتشات مهمه جدا في الدوري الانجليزي. بكره عندنا توتنهام وارسنال من المواجهات المهمه جدا، عندنا ميدلزبرا ومانشستر سيتي ايضا من المواجهات المهمه جدا، عندنا ايفرتون وتشيلسي ومانشستر يونايتد وسوانزي، وكل الاربع لقاءات اللي احنا بنتكلم عليها دول اللي هيحددوا مين هيبقى بطل الدوري اللي طبعا متصدره تشيلسي، ومين بقيه الثلاثه اللي هيكملوا في صدارة طبعا الدوري الانجليزي عشان يتأهلوا لدوري ابطال اوروبا او الشامبيونز ليج. ده كان اخر خبر معانا النهارده، نتمنى طبعا نكون كل اخبارنا قد اسعدتكم، انتظرونا ودايما اخر واهم واحدث الاخبار في حصاد 24 ساعه. تحياتي والى اللقاء.